عليك دكتور. عليكم السلام. راح تسوي عملية مرداد يا دكتور أمجد الحمدان اللي سوف على صور ركوة. نعم. يا رجل. رجل لي إني. زين خلينا نشوف المشي مالتكم من شد عالي تحكي. عندي سوفان رجلي يمين. المشي مالتك صعوبة بالألم؟ لا يعني صعوبة شوية. صعوبة. إيه. زين يعني أنت جيت هسه حتى بس تريد تخلص من الألم مال السوفان. مضبوط. زين خلينا نشوف صعدة مالتك. كم سنة صار لها بالضبط؟ 3 سنوات. 3 سنوات؟ نعم. يعني أنت تعاني من صعوبة في هذه الدرجة؟ نعم صعوبة. والله شوف النزلة إن شاء الله. يكون اسهل اخاف اقوى قبل العمليه يصير الم بالركبه مالتي بس احنا راح نشوفك ان شاء الله بعد العمليه ان شاء الله وانت راح تشوف النتيجه ان شاء الله بعدين ان شاء الله الله يعطيك العافيه الله يسلمك هسه انت مباشر بعد العمليه نعم خلي نشوف المشي مالتك شلون بعد العمليه نعم يا الله يعني احسن احسن نعم نعم خلي نشوف الصعده مالتك والدرج شلون صار بعد عملية مرداد سوفان؟ جينا. كل زين، دا اصعد يعني بصورة صحيحة. كانت هيك طبيعية؟ طبيعية، لا طبيعية، هسه عادي كنت باية، هسه لا. هسه عادي. شنو رأيك بهذا الشيء؟ والله الحمد لله والشكر. مرتاح؟ يعني الحمد لله. بالعافية عليك. الله يعافيك. الله يحفظك. الله يسلمك. من أي محافظة حضرتك؟ من ميسان. شنو تنصح الناس؟ والله أنصح يسوون في العملية هاي. اللي عنده سوفان بس. نعم نعم. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك.